دكتوره عبد الرحمن منورانا في القاهره 24. الف مبروك على مقسوم. مستنيين جدا الفيلم بعد ما شفنا التريلر، يعني كان محمس جدا. كلمينا اكتر عن التجربه الميوزيكال دي. انا كنت متحمسه قوي ان انا ابقى جزء من التجربه دي لعناصر كتير قوي. اولا الكاست والاساتذه اللي انا اشتغلت معاهم، الكرو كوثر يونس وهيثم دبور. الموضوع انه فيلم لايت كوميدي، بطوله نسائيه، عن موضوع لذيذ، فكل الحاجات دي كانت بصراحه محمسه ان انا اخش التجربه دي. هنشوفك بشخصيه ايه؟ شخصيه طارة، اللي هي البروديوسر المنتجه اللي بتعمل كل حاجه في الدنيا عشان تجمع الثلاث ستات اللي كانوا بيغنوا مع بعض زمان وهم مش طايقين بعض دلوقتي، ان هم يرجعوا تاني عشان يغنوا اغنيه هي محتاجاها في الفيلم. الفيلم شيرين رضا ليلى علوي مخيلين، طبعا الكواليس كانت عامله ازاي؟ لا طبعا اساتذتي، يعني كل واحده فيهم، استاذه ليلى علوي، استاذه شيرين رضا، استاذه سما ابراهيم، كل واحده فيهم عالم خاص، تجربه مختلفه وتجاربهم غنيه جدا. انا اتعلمت منها وكنت واخده بالي ان انا اصلا يعني اراقبهم كده وافهم منهم هم بيشتغلوا ازاي وفي نفس الوقت بيتعاملوا ازاي مع الصناعه. في البطولات في الفيلم كانوا بيرجعوا يعملوا حاجه ما عملوهاش بقالهم كتير، ايه الحاجه اللي عايزه ترجعي تعمليها زي زمان؟ الحاجه اللي انا عايزه ارجع اعملها زي زمان، عايزه اشوف بنت خالتي اكتر. رساله الى سهى. يعني قرايبي عامه، عايزه اشوف قرايبي اكتر. زمان كنا بنتجمع اكتر، دلوقتي الموضوع برده مش معرفش مش زي زمان، فزمان كان سلس، فنفسي الموضوع يرجع سلس تاني. في جاب بتبقى كبيره قوي بين كل عمل بتعمليه، ويعني ما حدش بصراحه عنده تفسير ليه بتوحشينا قوي، فليه بيبقى في دايما جاب كبيره قوي بين كل عمل؟ ايوه انا عارفه انا بختفي، ولكن اختفائي ده والله ببقى دايما مسحوله في حاجه، بعمل بتعلم حاجه، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش ان انا اعمل اي عمل من غير ما اكون حاساه 100%، فده ما بيجيش كتير. لان انا بحس ان انا لو مش حاجه انا هقدر اقدم فيها احسن حاجه عندي، هبقى بظلم العمل اصلا. مؤخرا طبعا شفناكي في ريفو ياسمين، الناس كلها كرهتها جدا، انت بقى كساره وانت بتقدميها تعاطفتي معاها؟ كنت شايفه ان ليها مبررات ليه بتعملها؟ 100%. انا ما ينفعش ان انا، يعني دي حاجه عندنا كمان في التمثيل، اللي هو ما ينفعش تحكم اصلا على اي شخصيه، لانه اصلا الفن والسينما والحكايات هدفها ان احنا نفهم الشخصيات بكل ابعادها ونتعاطف مع كل الشخصيات، وده بيحصل في افلام كتير قوي لما الناس بتتعاطف مع الفيلن او الشخص الشرير. فهي بالنسبه لي لا، انا متفهمه جدا هي عملت كل حاجه ليه. بالنسبه لي استاذ ناير كاتب الشخصيه حلوه قوي، وده ساعدني ان انا اقدر اعملها من غير اصلا ما اهتم هي شريره ولا مش شريره، والشريره مش شريره ده للمتلقي والمشاهد. برضه لازم نتكلم عن سبع جار، دور هبه. لا يعني الناس لحد دلوقتي بتشوفه قوي، بتنزل عنه ميمز، فهل ده بيوصل لك ان الناس لحد دلوقتي بتشوف؟ الحمد لله. يعني كنت لسه حتى النهارده الصبح بكلم مع حد بقول انه ما حدش فينا اصلا كان حتى واحنا بنصور او وقت ما السكريبت جالنا كان متوقع ان سبع جار يبقى كده، فان هو انه بعد السنين دي كلها لسه مؤثر في الناس، والناس يعني دايما بتقولي عليه. انا شايفه ان دي من اكبر الحاجات الحلوه اللي حصلت في حياتي، والاعمال اللي انا فعلا اتعلمت منها وفرقت معايا جدا. شفتي نفسك محظوظه قد ايه انك لما رجعتي بعد فتره اختفاء كبيره كان مع استاذه كبيره زي استاذه دلال عبد العزيز؟ طبعا استاذه دلال عبد العزيز الله يرحمها هي وحشتني جدا، وبجد كانت من اهم الحاجات اللي حصلت في سبع جار ان انا اتعلمت منها بشكل كبير، ولحد دلوقتي كل اللي هي قالته لي واللي انا راقبته منها خلاص دخل في السيستم. هنشوفك في ايه قريب في رمضان؟ باذن الله في مسلسل لحظه غضب في رمضان ان شاء الله، اخراج عبد العزيز النجار، انتاج استاذ طارق الجنايني، بطوله صبا مبارك وشاهين وعلي قاسم. اخر حاجه هنشوف ريفو 3 امتى؟ ريفو 3 في الحلم بقى واحنا يعني.